الهدف هذا هو عبارة عن مشروع بدأنا فيه تقريبا من 4 سنوات بعد ما اشتغلنا على يعني ترتيب الشركة، أخذ الموافقات الأساسية. فالتوقيت هو من ضمن الخطة اللي وضعت من 4 سنوات، لم يكن يعني وليد هدف قريب. نعم، أين سيتم تخصيص متحصلات الطرح هذا، وكذلك كيف ينعكس على الشركة؟ متحصلات الطرح اللي تقريبا تشكل 30% من رأس مال الجديد، 21 مليون سهم و400، راح طبعا تكون لتوسيع قاعدة رأس مال الشركة، واللي من خلالها تزيد القدرة التمويلية وزيادة حجم المحفظة التمويلية. فجميع متحصلات الطرح راح تكون لهدف التمويل. طيب، حدثنا عن نشاط عمل الشركة والمجالات التي تركزون عليها أستاذ وليد. سؤال جيد. طبعا احنا شركة مرخصة من البنك المركزي السعودي، رخصة تمويل استهلاكي وتأجيري، نستهدف الأفراد ونستهدف أيضا المنشآت المتوسطة والصغيرة، وهذا عملنا الأساسي. في 2022 استحوذنا على رخصة مدفوعات. احنا الآن نجمع بين رخصة التمويل ورخصة المدفوعات، من خلالها راح نوسع قاعدة العملاء بدمج التمويل مع المدفوعات إن شاء الله. طيب، كيف يتم التعامل مع التمويلات المقدمة للعملاء، وهل لديكم أيضا مخصصات للتحوط من أي تعثر في الدفع؟ طبعا احنا شركة شراء مخاطر مرخصة من البنك المركزي، ونعمل وفق ضوابط وتعليمات البنك المركزي، وأيضا هناك ضوابط وآليات وسياسات داخلية من خلالها يعني نستطيع أن نحدد ويعني نستهدف المخاطر المراد شرائها. فيتم التحديد من خلال كل الآليات هذه وكل الضوابط. المحفظة عندنا منقسمة إلى أفراد، تمويل أفراد وتمويل مؤسسات متوسطة وصغيرة في حدود تقريبا 50% كل شريحة أو كل قطاع. ما في شك أنه كجزء من أساسي من عملنا عندنا أنظمة وسياسات تحدد المخصصات الواجب توفيرها للقروض الغير عاملة أو المتعثرة. والحمد لله احنا يعني مكتفين بأكثر من 100% من المتطلب التشريعي والعملي لهذه القروض الغير عاملة. أستاذ وليد، كم تبلغ محفظتكم التمويلية حاليا للشركة، وكيف تنعكس على أداء الشركة؟ محفظتنا كما في شهر يونيو 2022 تجاوزت 1 مليار ريال، مقسمة على الأفراد والمنشآت المتوسطة والصغيرة. ما في شك أنه التوجه لزيادة المحفظة والنمو المستمر هو أساس عملنا، وعملية الاستحواذ على لوب في 2022 راح تكون ممكنة لتعجيل الأهداف المرسومة لنا للزيادة أو للتوسع، وأيضا توسيع قاعدة العملاء. كيف ترون المنافسة في مجال عمل الشركة، وأيضا يعني ما هي حصتكم السوقية وكم تبلغ في المملكة؟ طبعا اليوم احنا لما نتكلم عن منافسة نتكلم عن الاقتصاد بشكل عام. الحمد لله الاقتصاد السعودي الآن يعني واقع نشط نعيش فيه. يعني احنا ما نتكلم عن تحليلات تاريخية أو توقعات مستقبلية، احنا نشوف برامج الرؤية بدأت تنعكس على مشاريع ضخمة، وما في شك انه الشركات او التمويل الغير مصرفي جزء ومحرك أساسي في هذا النشاط. المنافسة موجودة، ولكن المنافسة اللي من وجهة نظرنا مش للمنافسة على الحصة السوقية، ولكن المنافسة في الابتكار والتطوير للمنتجات اللي تطرح للمستخدم النهائي.
وهذا شيء احنا يعني نعي ونساهم فيه ان شاء الله. ما هي توسعاتكم المستقبلية وهل لديكم خطط للاستحواذ خاصة بعد استحواذكم على حصة الأغلبية بالنسبة للوب؟ بالنسبة للاستحواذات الجديدة ما في عندنا أي شيء نقدر نعلن عنه ونكشف عنه في الوقت الحاضر، لكن كنموذج عمل ما في شك أنه الاستحواذ هو أحد ركائز توسعنا وتطوير منتجاتنا.